هذا المؤتمر ينعقد تحت شعار تحصين المهنة وحماية المهنيين، وهذا شعار مركزي يترجم ويعكس انشغالات المهنيين وانشغالات المجتمع. المهنة معرضة إلى الكثير من الأخطار وكثير من التحديات، والصحفي معرض للعديد من التهديدات على المستوى الوقائي وعلى المستوى الاجتماعي. بالتالي هذا الشعار نعتبره شعار مركزي وموفق في أنه عكس اهتماماتنا وانشغالاتنا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا ويمر بها المشهد الإعلامي الوطني. هذا المؤتمر يشارك فيه 420 مؤتمر ومؤتمرة من صحفيين وصحفيات حاملين لبطاقة الصحافة المهنية، اللي تم انتدابهم في جمعة عامة نظمت في الفروع في 12 فرع من فروع النقابة اللي منتشرة في جميع جهات المملكة بدون أي استثناء. و هاد المؤتمرين يمثلون مختلف القطاعات من صحافة مرئية، مسموعة، مكتوبة، وكالة إلكترونية، فريلانس، صحفيين شرفيين، شركات الإنتاج. بالتالي كنعتقد أنه الأمر يتعلق بحدث كبير جدا، من أكبر الأحداث في المشهد الإعلامي الوطني، لأنه يتعلق بنقابة لها 60 سنة من النضال، واللي كيشرفنا اليوم ونعتز أننا ننتهز هذه الفرصة ديال المؤتمر باش نكرموا أحد أقطاب وأحد أهرامات العمل النقابي الصحفي الوطني، أستاذنا الجليل والكبير محمد اليزغي. وأيضا هناك مشاريع وثائق مهمة جدا معروضة على أنظار المؤتمر، التي ستتم دراستها في ورشات العمل التي ستنعقد طيلة يوم غد قبل انتخاب القيادة الجديدة ليلة غد إن شاء الله. طيب، اليوم نحن بصدد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي محطة من المحطات التي نجدد فيها كل الأجهزة المرتبطة بالجانب التقريري والجانب التنفيذي على مستوى القيادة، وكذلك هي مناسبة لتقييم أداء عملنا طيلة الأربع سنوات. وأنتم تعلمون على أن هذه الأربع سنوات كانت حافية، سواء تعلق الأمر بالمعطيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أو الأشياء المرتبطة بما تعانيه المهنة وما يعانيه المهنيون. وأنتم تلاحظون على أننا بصدد مناقشة المنظومة القانونية للصحافة والنشر، ونحاول أن نجعل من هذا المؤتمر محطة أولاً لترسيخ نوع من الوفاء لستين عاماً من العمل النقابي لهذه النقابة العتيدة، وأن نستشرف المستقبل بروح متجددة، بدماء جديدة، بأسئلة جديدة وبأجوبة جديدة، لما بطبيعة الحال يعرفه هذا القطاع من أسئلة تحتاج منا أجوبة جريئة وشجاعة. نتمنى أن يكون هذا المؤتمر كذلك محطة من أجل أن تكون هناك دماء جديدة تنضاف للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على مستوى قيادتها، وأن نفتح المجال لعمل نقابي جديد بروح جديدة يحتاجها بلدنا، وأن نكون في مستوى حمل الهموم التي يحملها وطننا في التحديات التي تعرفونها جيدا. نحن مقبلون على محطات كبيرة على المستوى الكروي وكذلك على المستوى الإعلامي، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين من أجل أن نكون في المستوى.